شو مش ها، توفير جرائم وعندما في سوريا؟ لحظة، مشان طول استاذي بالك الكريم، طول بالك، وفي سوريا، نخصص حلقة وفي قادمة سوريا الأسبوع القادم عن الجرائم جرائمكم في الأمريكية. سوريا، اليوم الحديث عن الوضع في جرائمكم في سوريا. نسيت موضوع الحلقة، تحدث ضيفك من دمشق عن هيروشيما وناجازاكي وغزة ولبنان والعراق وأفغانستان. تمنيت لو تكلم بعض الشيء عن سوريا، يعني ما باعتبار انت الموضوع اثرت اليوم يخص المواجع في سوريا. الجميع يا دكتور. لا لا اعرف ماذا قلت يا يعني سيد في هذا حازم، الموضوع، لكن انت اليوم اثرت يوجد مشكلة مواجعهم. في سوريا، نحتاج من السوريين ان يكونوا جزء من الحل. لكن ياتي ضيف ويقول ناجازاكي وهيروشيما، لا مصيبة اذا هذا هو الخطاب الوحيد الموجود في دمشق اليوم، ولذلك لا خليني يوجد حل. اسالك انا، واضيف اليك فيتنام اللي ضربتوها بالكيماوي كمان، معلش يلا هسه ماشي. شو يعني خليني يعني اشكركم على ليش عم تاكيد نقطه تتهرب؟ العقل العربي. لا لا اشكركم. لا ليش عم لا لا ليش عم تتهرب من جرائم امريكيه على كل دول العالم في مناطق؟ ليش عم تتهرب؟ شو مش لو في جرائم في عندما سوريا؟ لحظه مشان طول استاذي بالك، الكريم، طول بالك، وفي سوريا، نخصص حلقه وفي قادمه سوريا الاسبوع القادم عن الجرائم جرائمكم في الامريكيه. سوريا، اليوم الحديث عن الوضع في جرائمكم في سوريا. طيب جرائمكم في استاذ، سوريا يعني. عفوا، لديك سؤال جرائمكم في كان سوريا قبل نهايه يا الحلقه؟ دكتور نزار. جرائمكم قبل في انا سوريا الوقت اخذني، يعني خليني. يا زلمه ليش عم تتهرب؟ الجرائم في سوريا انتم الرقه ابدتوها عن فكره اعطيني اخر ابيها، دقائق. عن فكره ابيها. ماذا هذا يا زلمه؟ خليني اسال بالاتجاه. عم بحكي لك باللهجه السوريه، يا عم دكتور، بحكي لك باللهجه السوريه صرت. يا دكتور نزار، يا دكتور على ما نزار، يبدو يعني عقله امريكي لا يسمع غير نفسه فعلا، يعني هاي حقيقه، هسه هذه عقل ارهابي يعني. هذه 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 اراء ونحن نتفاعل مع كل اراء. سيد حازم الغبره، خليني اسالك بالعقل او بالعقليه العربيه التي انت تشكل عليها بعضا من ملاحظاتك. كيف استطيع ان استدل انه ما حصل في سوريا وظهور هذه العناصر المسلحة بأعداد 40,000 وبهذا التسليح وبدون هذا التدريب، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف به أو بتوقيتاته أو بالعمل الذي سيحصل؟ أعطيني، خليني أفهم. سيد كريم، مفاجأة للجميع. يعني إذا أردت مفاجأة أن تنظر كم هي كانت مفاجأة، انظر الاجتماعات التي حصلت بعد ساعات من التحرك الفصائل. حكومة نتنياهو اجتمعت، الولايات المتحدة اجتماعات متكررة لا نهاية لها لنفهم ماذا يحصل. الاتصالات التي وصلتني من الناس في الحكومة وخارج الحكومة وفي خزانات الفكر تحاول محاولة بس لفهم ماذا إذن يحصل. كان مفاجئ لأمريكا، مفاجئ جدا للجميع.